مرحبا بكم في برنامج يجيبونك. هذا البرنامج اللي عودناكم فيه اننا نجيب لكم فيه الاجوبه على اسئلتكم اللي طرحتوا على الفقهاء. ويصحبني في التقديم زميلتي عزيزه عبد الله. السؤال الاول يقول: ما حكم السواك في نهار رمضان بالاقسام الثلاث، رطب، متحلل، المسواك الجاف؟ السواك في نهار رمضان مهم، لا ما يدخلش على الخرز، سواء عاد البروس المعجون وسواء عاد الثاني اللي كامل في دائرة الفم لا إشكال فيه. الرجاج المتمكن من نفسه ما يقدر ما 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 يقدر يقوم بشيء، هذا ما عنده مشكلة في السواك نهائيا. فضيلة الشيخ، السؤال الثاني يقول: هل يجوز الإفطار أثناء الأذان، وهل ذلك هو الأفضل أو انتظار المؤذن حتى ينتهي؟ أن يفطر الإنسان عند قولة الله أكبر الأولى، ذيك هي السنة. ذاك هو العجال في الفطور سنه، وتاخيره الى اخر قاعد انا ذاك بدعه. يقول: ما الفرق بين المني والمذي، وما يلزم من كليهما في نهار رمضان؟ المني الفرق بينهم، واحد ياتي في اللذه الكبرى اللي هو المني، والمذي ياتي في اللذه الصغرى. في نهار رمضان اي انسان اخرج منه المني سواء بمضاجعة سواء بالتفكر، هذا نهار خاسر. قال: لو خرج بسبب النوم الاحتلام الرقاش محتلم، لكن هذا ما هو خاسر، عليه فقط القسم. فضيلة الشيخ، السؤال الرابع يقول: من درايه كان الأفضل الحد ما هو حافظ القرآن يصلي التراويح في بيته بأم الكتاب والسورة، والله الأفضل له على أنه يصلي مع الإمام في المسجد؟ القرآن يصلي في الدار أريح له وأشبه له، واللي يقعد ما هو قاد اللي يقعد المسجد الحلال قد يستمع له يواسع. ما حكم ذوق الطعام في الصيام من أجل مقاس ملحه أو ما إلى ذلك؟ حد حلاه حد من هذا قاسي قد يذوق عنه ما عنده مشكلة، وإلا ما ذاك هو جالس ما عنده مشكلة. فضيلة الشيخ، ما حكم شم رائحة البخور والغبار ودخان السيارات وما إلى ذلك مما يوجد في الأماكن المزدحمة؟ رائحة البخور ورائحة المسك والروائح اللي في الشوارع والدهين اللي يديروا على الوجوه ويديروا على راسهم، كامل ما هو مفضل، ما في شيء منه مفضل. هل يباح للمرضعة أن تفطر من تلقاء نفسها أم عليها مراجعة الطبيب حتى يكون هو من أمرها؟ بالنسبة للمرضع نوعين، المرضع اللي سابق 6 أشهر كامل هي تفطر بدون ما ترجع للطبيب، هذا الموضوع حققناه مع أهل الطب، ولذلك في فتوى معتمدة في موريتانيا انه شي كامل مرضع كامل سابق 6 أشهر ما عنده مشكله، هذه تفطر. بعد 6 أشهر الصق الى عاد للشير يرضع الشي مع البنه ببرون ترجع للطبيب تسوي، الى عاد يرضع لا البنه هي وحده الراجح دائما والاقوى لانها قاعد تم فاطره غير تراجع الطبيب بعد 6 أشهر. فضيلة الشيخ، السؤال الثامن يقول: ما حكم من صلى بعمامة على جبهته أو بعضها؟ ما الحد المبطل من ذلك؟ وما الحكم في ذلك إن كان ناسيا أو جاهلا؟ الحد عند الفقهاء على جبهته يعود يعزل الحرارة، يعود إذا عادت البليدة حامية ما يحس بها، وإذا عادت البليدة باردة ما يحس بها، ما دون ذلك ما في إشكال. الأفضل ختم القرآن في التراويح في 27 أم إكمال الشهر حتى ليلة العيد؟ إكمال الشهر أفضل، لأنه هو الليلة التالية اللي نزل فيها الله سبحانه وتعالى الأجور للجميع. ليلة 27 هذا متوقع أنها تكون ليلة القدر، كما هو متوقع في ليلة 25، كما هو متوقع في ليلة 23، كما هو متوقع في ليلة 21، كما هو متوقع في ليلة. فضيلة الشيخ، نصيحة تقدمونها للشباب في هذا الشهر المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. إن رمضان شهر عظيم، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر القرآن، شهر التقوى، شهر الخير، شهر التبتل، شهر القيام، شهر الصيام. هذا الشهر العظيم حشد الله سبحانه وتعالى فيه كثير من أفعال الخير. الشباب بالذات يعرف عنه فرصة عظيمة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر الإيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن تصوموا خير لكم لعلكم تتقون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلذلك مطلوب من الشباب انتهاز هذه الفرصة في شهر رمضان ليجعل نهاره صياما وليله قياما وبركة، ويضاعف له إن شاء الله في الأجر. بذلك نكون وصلنا نهاية هذه الحلقة، إلى أن يضمن وإياكم لقاء آخر. صياما مقبولا وإفطارا شهيا.